شروب العز والخير والله العظيم، وبشروب الوفه اللي تعز. قاتل الهجن العربية الأصيلة، نبعث لكم أجمل وأطيب التحايا والترحيب في مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه يا رب العالمين، على وقائع وضفاف المنافسات والتحديات المستمرة. وفي هذا اليوم وكذلك عبر بث ونقل كذلك لتفاصيل منقطعة النظير، إثارة كذلك لا حدود لها في تحديات هذه الشعارات، في انطلاق عبر تحديات وكذلك المنتجين. الله 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 الله، نذهب كذلك في أول جولاتنا التعريفية لكذلك المتنافسين هنالك مع المراكز المتقدمة لنرى على المركز الأول. الله الله الله، ديمة على المركز الأول بانطلاقة حمد بن محمد بن قريع المري الذي يقدم لنا ديمة بهذا الانطلاق الكبير بهذه المنافسة على أول المراكز. ثانيا فمن تتواجد الشاهنية بالدماء الشاهنية متواجدة بهذا الشعار، منطلقة كذلك بشعار مشعل بن جار الله، من يتواجد بشريدة بهذا التحدي الكبير بهذه المنافسة كذلك للظافرين وكذلك لمن يتنافسون في مثل هذه التحديات الكبيرة. نقلتنا إلى ثالث المراكز، ثالث المراكز من تتواجد في هذه اللحظات وكذلك من يصل في هذه التحديات الكبيرة، من يصل كذلك في هذه التغيرات مع ثالث المراكز. وصلت في هذه اللحظات وانطلقت هنالك من تتواجد في هذا التحدي الكبير كذلك المتواجدة على رابع المراكز، كذلك متواجدة هنالك سمحة وصلت لعايض بن سالم بن زبران العجمي الذي يتواجد كذلك بانطلاقة شعاره هنا متواجدا بهذا التحدي الكبير على رابع المراكز. خامسا من الجانب الأيمن في هذا التسلل في هذا الانطلاق في هذه المنافسة، دمعة وصلت لهزاع بن محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري الذي يقدم لنا هذا الانطلاق وهذا التحدي الكبير مع هذا الانطلاق. الله الله الله، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى من تتواجد على المركز الأول، من تسللت بدورها وانطلقت إلى المركز الأول، فهنالك دمعة. الله يا دمعة، دمعة متواجدة لهزاع بن محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري الذي يقدم لنا هذا الانطلاق وهذا التحدي الكبير. نقلتنا إلى ثاني المراكز، وصلت الشاهنية بهذا الانطلاق وهذا التحدي مع مشعل بن جار الله بن سالم بن مسعود بشريدة الذي يقدم لنا هذا التحدي وهذا الانطلاق الكبير. ثالثا فمن وصلت في هذه اللحظات، هنالك الشاهنية وصلت بانطلاق عبد العزيز بن جابر بن ربيعة الكواري الذي يقدم لنا هذا الانطلاق. رابعا وصلت هنالك وتقدمت سمحة. الله يا سمحة، وصلت في رابع المراكز مع عايض بن سالم بن زبران العجمي الذي يقدم لنا سمحة بهذا الانطلاق وهذا التحدي الكبير، قادما من دولة الكويت هنا للمشاركة، قادما من ميدان الشهيد، ولكن وصلت في خامس المراكز. هنالك من تصل السرادي وصلت بانطلاقتها وتحديات علي بن سالم بن جابر الجربوعي المري مع خامس المراكز. هذا هو نداؤنا للخمسة المراكز المتقدمين المتنافسين. الله الله الله، الانتاج ناموس غير يا جماعة. الله الله، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى المركز الأول، من تتواجد الشاهنية بالدماء الشاهنية بانطلاقتها على المركز الأول يدعمها طيب أصلها، هنالك مع المركز الأول مع مشعل بن جار الله بن سالم بن مسعود بشريدة يقدم لنا هذا الانطلاق وهذا التحدي الكبير. ولو كان بن نايفة وصل مع انطلاقتي
وتحديات دمعة هزاع بن محمد بنت رحيب بن نايفة من الجانب الأيمن بانطلاقة دمعة، ولكن وصلت هنالك الشاهنية كذلك لعبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري. الله الله، من القادمين؟ وصلت عسيلة، وصلت عسيلة مع علي بن عبد الهادي، من يتواجد؟ الشهواني. الله الله الله، انطلقت في هذه اللحظات عسيلة، وصلت عسيلة، ولكن كذلك من الواصلة في هذه اللحظات على خامس المراكز؟ وصلت هنالك السرادي لعلي بن سالم بن جابر الجربوعي، ولكن نعود إلى ركب المقدمة، نعود إلى الشاهنية وكذلك عسيلة والشاهنية في الستمية متر الأخيرة الخطيرة. الله الله الله، من يتواجدون هنالك على المركز الأول؟ هنالك الشاهنية، ولكن عسيلة من الجانب الأيمن، عسيلة انطلقت بهذا التحدي، بهذا الانطلاق، بهذا العنفوان الكبير. الله يا عسيلة لعلي بن عبد الهادي بن علي الشهواني الذي ينطلق مع انطلاقة عسيلة مع 300 متر الأخيرة بهذا العنفوان، بهذه العروض الشيقة. الله الله الله، عسيلة عسيلة، نعم سجلت اسمها بأحرف من ذهب مع اللحظات الأخيرة. ها هي عسيلة تؤدي العروض الممتازة بهذا الشعار بانطلاقة علي بن عبد الهادي بن علي الشهواني. تهانينا تهانينا وألف مبروك على حصول عسيلة على المركز الأول لعلي بن عبد الهادي بن علي الشهواني. ثانيا فكان الوصول مع ثاني المراكز هنالك الشاهنية، ما بين الشاهنية وكذلك الوصول، نعم كان ثانيا دمع علي هزاع بن محمد بن رحيب بن نايفة الهاجري، أما ثالثا فكان الوصول مع الشاهنية اللي مشعل بن جار الله بن سالم بشريدة، أما رابع المراكز فكان الوصول مع الشاهنية لعبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري، وخامسا فكان الوصول مع من وصلت هنالك زاهية لمحمد بن علي القرح من وصل على خامس المراكز. تهانينا وألف مبروك على كذلك لعلي بن عبد الهادي بن علي الشهواني على حصول عسيلة على المركز الأول. وكان التوقيت الزمني 7:29 بالوفاء والتمام. تهانينا لمالك عسيلة علي بن عبد الهادي بن علي الشهواني. أما ثانيا فكان الوصول مع الشاهنية على ثاني المراكز لمشعل بن جار الله بوشريدة الذي وصل على ثاني المراكز 2:35 من الثانية. تهانينا وألف مبروك لمشعل بن جار الله بشريدة. أما ثالثا فكان الوصول مع من وصلت هنالك دمعة لهزاع بن محمد بن رحيب بن نايف الهاجر، وكان الوصول ب7:32 وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم.